معايا عبر الهاتف الآن كابتن حمدي العشير نجم نهضة بركان السابق والمتوج بلقب الكونفدرالية نسخة 2020 على حساب فريق بيراميدز. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالأخ أحمد شهاب وضيوفه الكرام، وتحية من المملكة المغربية إلى الشعب المصري الشقيق. كابتن حمدي، عايز أسأل رأيك عن المواجهة القادمة، وتحيات زميلنا العزيز أحمد شهاب لحضرتك مؤدي البرنامج، وتوقعاتك للمواجهة القادمة بين الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية. أظن أن المعروف على فريق نهضة بركان أنه لم ينهزم في مباراة إفريقية داخل الميدان. الشوط الأول من هذا النهائي انتهى بصالح فريق نهضة بركانية، وبما أن فريق نادي الزمالك التي اعتادت على مثل هذه النهائيات مع الفرق المغربية، وما لاحظناه أن مثل هذه الفرق تكون دائما في النهائيات الكبيرة. صراحة هذه المواجهة هذه اللي كانت بين فريق النهضة وفريق الزمالك انتهت بفوز فريق النهضة البركاني بهدف 0، وأظن أن المواجهة في الإياب ما غتكونش سهلة للفريقين. على الفريقين مش بس. أظن أن الفريق تفضل على الفريقين، أظن أن الفريق صراحة كان يوما للنفس بالنتيجة أكثر من هدفين. للعب بأريحية في مباراة الإياب. مباراة استاد القاهرة هي مباراة المغربي كما تعرف. مباراة استاد القاهرة هي مباراة تلعب أمام جماهير نادي الزمالك، هيكونوا أكثر من 80,000 مشجع. هل هذا سيمثل ضغط كبير على فريق نهضة بركان ويعطي أفضلية لنادي الزمالك؟ بصراحة هذا هو العامل المهم النهائي. أظن أن الفريق لعبنا مع فريق الزمالك في نهائيات 2019، صراحة كان الجمهور كبير ومحفز كثير للفريق، يعني الضغط كبير على الفريق المنافس. المباراة لن تكون سهلة، كما قلت من قبل أن الفريق نتيجة إيجابية بالنسبة للمشجع والجمهور المغربي، ولكن بالنسبة للفريق والطاقم دياله أظن أن النتيجة غير مريحة للفريق. فريق نهضة بركان في الوقت الحالي أفضل أم فريق نسخة 2020؟ فريق بمؤهلات بلاعبين مؤهلات كبيرة عكس المجموعة. فريق نهضة بركان في 2019 كانت عنده مجموعة متكاملة. أظن أن الفريق الحالي عنده مجموعة، عنده مؤهلات فنية للاعبين، وينقصها العامل ديال المجموعة. المدرب حاليا قام بعمل كبير لتحسين مردود الفريق، وهذا دليل على أنه وصل إلى النهائي. بنسبة مئوية تتوقع من له أفضلية في الفوز بالمباراة النهائية، الزمالك أم نهضة بركان؟ بالنسبة للأفضلية، الفريق الزمالك سجل خارج القواعد، هذا الهدف غادي يكون حافز له بأن تكون النتيجة لصالحه. كنظن بأن فريق نهضة بركان عليه التسجيل لكي يحافظ على فارق الأهداف. كابتن وفريق فريق الزمالك المصري وفريق الزمالك المصري بحافزه الكبير الا هو الجمهور الذي يقف امام فريقه ويعمل ضغط كبير على فريق المنافس. اظن ان الفريق المباراه غتكون صعبه، وعلى المدرب معين الشعباني ان يقوم باعداد ذهني كبير لتحمل هذا الضغط الجماهيري. واتمنى كمشجع بركاني ومغربي ان يكون الحظ لجانبنا والفوز ان شاء الله باللقب ان شاء الله. كابتن حمدي العشير نجم فريق نهضة بركان السابق المتوج بلقب البطوله الكونفدراليه عام 2020 امام بيراميدز، والخاسر في بطوله 2019 امام نادي الزمالك، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب